ازيكم يا كيجوان، عاملين ايه؟ انا ميس حياة. النهارده يا كيجوان هنحل تدريبات في كتاب تواصل. كلنا معانا الكتاب بتاعنا كيجوان محضرينه. اخر صفحه اشتغلناها كانت صفحه رقم 10. هنجيب البيج اللي بعدها يا كيجوان رقم 11. خلي مامي تساعدنا وتجيب لنا البوك وكلنا نفتحه مع بعض. تعالوا نشوف اول صفحه فيه هنحلها مع بعض. كلنا معانا البنسل، يلا يا كيجوان. بصوا يا كيجوان، عندي أول صورة فوق مكتوب إيه في السؤال؟ استمع واختر الصورة المناسبة. يعني إيه يا ميس؟ تعالوا نفهم السؤال. بيقول لي يا كيجوان أول صورة صورة أب، صورة أب. عندي أنا يا كيجوان هنا مكتوب أبي يرتدي قميصاً أزرق، يعني بابا يا كيجوان لابس قميص لونه أزرق. تعالوا نشوف كده فين اللون الأزرق يا كيجوان، فين ده؟ لأ ده أخضر. طب اللون ده برضو لأ، ده لون أزرق. إيه ده يا ميس، انتي قلتي أزرق، يبقى صح يا كيجوان. يبقى كلنا هنعمل كده سيركل على اللون الأزرق. البنسل بتاعي ده شقي خالص، مش بيكتب حلو. اتفقنا؟ تعالوا نشوف الصورة رقم 2، صورة أم. صورة أم، أمي ترتدي فستان أحمر. تعالوا نشوف فين اللون الأحمر يا كيجوان، ده رونج. طب ده يا كيجوان نو يا ميس، رونج برضو. يبقى ده اللون الأحمر، يس يا كيجوان. يبقى كلنا نعمل سيركل على اللون الأحمر. بنسل الشقي ده خلاص يا كيجوان. طيب تعالوا نشوف هنا صورة أختي. دي صورة أختي يا كيجوان، مكتوب عندي إن أختي شعرها لونه أسود. فين اللون الأسود في دول؟ هي دي، برافو عليك. تعالوا بقى نعمل لاين عشان السيركل مش بتعمل حلو. خلصنا؟ طيب الصورة دي يا كيجوان صورة أخي. أخي يرتدي قبعة خضراء. فين القبعة؟ قبعة يعني يا كيجوان يعني الطاقية اللي بنلبسها في الشمس. فين القبعة الخضراء؟ هو ده، أخي يرتدي قبعة خضراء. سهل ولا صعب يا كيجوان؟ يلا نشوف السؤال اللي بعده. انظر وارسم دائرة حول المختلف. هشوف الحاجة المختلفة واعمل عليها سيركل. تعالوا نشوف دي صورة ايه؟ صورة ضفدع يا كيجوان. مين المختلف هنا في الصورة؟ ده ضفدع وده ضفدع، ودي ايه يا كيجي؟ مش سمع، دي ايه؟ دي سمكة. يبقى السمكة هي اللي مختلفة، يبقى نعمل عليها يا كيجوان دائرة. برافو. يلا نشوف اللي بعدها. نشوف المربع ده في صورة ايه؟ صورة كلب. طب نشوف ايه المختلف؟ ده كمان كلب وده كلب، ودي ايه يا كيجوان؟ قطة. يبقى القطة هي المختلفة، اعمل عليها سيركل. خلاويز. يلا نشوف الصورة اللي بعدها. صورة أرنب. دي كمان ايه؟ صورة أرنب، وده كمان ايه؟ أرنب، ودي ايه يا كيجوان؟ بطة. ايه البطة الزعلانة دي؟ يبقى البطة هي اللي مختلفة، يلا نعمل عليها سيركل. ايه ده؟ بنسل الشقي ده اللي مش عايز يكتب. يلا نعمل سيركل على البطة. برافو. اخر صورة، صورة طائرة. صورة طائرة، تعالوا نشوف فين الطائرة اللي شبهها. دي شبهها طائرة، ودي كمان طائرة، ودي صورة ايه يا كيجوان؟ صورة دراجة. الدراجة مختلفة عن الطائرة ولا زيها؟ مختلفة. يبقى كلنا نعمل عليها سيركل. برافو برافو برافو. يلا نشوف الصفحة اللي بعدها كيجوان. الصفحة اللي بعدها عندي في مربع كبير كده مكتوب فيه كلمة أمي. بصوا يا كيجوان، الألف والميم والياء. هعمل إيه؟ هستأذن مامي تديني كالرز ولون كلمة أمي اللي هي الكبيرة خالص دي، اللي هو حرف الألف أهو، وحرف الميم، وحرف الياء. خلاص. وفي تحت كمان كلمة أبي. كلمة أبي، ألف باء ياء. أبي، هلون كمان أبي، الألف والباء
والياء. اتفقنا؟ نستأذن مامي ناخد منها كلرز ونلون كلمة أبي وكلمة أمي. اتفقنا كي جوان؟ يلا نشوف الصفحة اللي بعدها. كي جوان الصفحة اللي بعدها، مين فاكر القصة اللي خدناها بتاعت أرنب مميز؟ فعلا فاكرين الأرنب المميز؟ وفاكرين أصحابه كانوا مين أصحابه في القصة؟ قرد وحمامة وغزالة وسلحفاة، صح يا كيجوان؟ بصوا بقى الصورة دي فيها مثلا صورة قرد، وقلنا إن القرد ده بيعمل إيه؟ بيتسلق على الشجرة. القرد ده بيأكل إيه يا كيجوان؟ بيأكل إيه يا شاطرين؟ مين فاكر قلنا في القصة؟ بيأكل موز. يبقى هنا في الدايرة البيضة دي يا كيجوان هرسم فيها موز، هرسم فيها موز. وبعدين الصورة اللي بعدها صورة حمامة، صورة حمامة. كان هنا كمان هكتب الحمامة كانت بتاكل ايه؟ مين شاطر يقول لي؟ قمح. يبقى هنا هرسم القمح يا كيجوان. اتفقنا؟ طيب هنا الأرنوب، كان الأرنوب كان بياكل ايه؟ جزر. أرنب يأكل جزر، يبقى هنا هرسم صورة جزر. وكل بقى حيوان من دول خدناه في القصة نكتب هو بياكل ايه. السلحفاة مثلا هنرسم لها كانت بتاكل خس يا كيجوان، يبقى هرسم هنا. وكمان الغزالة. سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب يا شاطرين؟ برافو كيجوان. يلا نشوف الصفحة اللي بعدها فيها سؤال ايه كمان كيجوان. الصفحة اللي بعدها صفحة انا مميز. لو فاكرين يا كيجوان في التسجيل اللي فات كنا اخدينها، بس لما تيجوا ان شاء الله السكول هنعيدها تاني مع بعض. خلاص اللي قلنا طلبت منكم ان انتوا ترسموا الفيس بتاعكم وتقولوا اسمكم فيه، وانا احب لعبة، نشوف ايه اللعبة المميزة اللي احنا بنحبها والفاكهة اللي احنا بنحبها. كل حاجة بنحبها يا كيجوان بنرسمها في المربع ده. انا احب لون، وتشوف اللون اللي انت بتحبه. انا احب الذهاب الى، شوف انت بتحب الذهاب الى ايه؟ الى المدرسة، الى النادي، الى، كل واحد بيكتب المكان اللي هو بيروح. يلا نجيب الصفحة اللي بعدها يا كي جي وان. الصفحة اللي بعدها لاحظ وتعلم، استمع واشر باصبعك. بصوا يا كي جي وان، اول صورة صورة اب، صورة اب. كلمة اب دي الكلمة بتتكون من ايه؟ من حروف، صح كي جي وان؟ اب، يلا قولوا معايا اب. الف باء أب، ألف باء أب. مش هو كي جوان عامل لي هنا نقطتين تو دوتس؟ يعني كل حرف هعمل له دوت، يعني أب أ ب، أب ألف باء أب. يعني كم حرف يا كي جوان؟ أ ب، حرفين ألف باء، يبقى أعمل كم نقطة؟ نقطتين. يلا معايا الكلمة اللي بعدها، كلمة أسد. أسد ألف سين دال، يبقى كل حرف بنطقه بعمل نقطة. آ س د، ثلاث حروف، يبقى كام نقطة؟ ثلاث نقط. آ س د. وكل كلمة بقى من هنا كي جوان هنعملها كده. تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها، صورة أم. أم كام حرف يا كي جوان؟ حرفين، يلا نحفظ مع بعض. ألف ميم أم، ألف ميم أم، ألف ميم أم. كام حرف يا كي جوان؟ أو مم، حرفين ألف وميم، يبقى كام نقطة؟ اتنين ولا تلاتة؟ هيا كيجوان حرفين أم، الألف والميم حرفين بس، يبقى ألف ميم أم. خلاص نشوف الصورة اللي بعدها، صورة، ها صورة ايه كيجوان ده؟ مش سامعة. صورة جمل. شاطرين، تعالوا نشوف جمل فيها كام حرف. هننطق واحدة واحدة ونشوف كام حرف. كل حرف بنطقه أمسك البنسل كده وأعمل دوت هنا. يلا، جا ما ل، جمل. جمل كام حرف؟ جا ما ل، ثلاث حروف، يبقى هعمل ثلاث نقط. اتفقنا؟ تاني، جا ما ل، كلمة جمل، جا ما ل، جيم ميم لام جمل، ثلاث حروف كي جوان، كل حرف بنطقه بعمل نقطة. اتفقنا؟ يلا نشوف الصورة اللي بعدها يا كي جوان، صورة جد. صورة جد، شايفين الصورة دي شبه جده خالص. جد بتتكون من كام حرف؟ من حرفين، بقول ايه؟ جا د، جا د، حرف الجيم وحرف الدال، كام حرف دول؟ اتنين، يبقى هعمل كام نقطة يا مس؟ نقطتين. جا د،
اتفقنا؟ اخر صورة 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 لبن. لا ب ن لا ب ن كم حرف؟ ثلاثة. لا ب ن ثلاث حروف، كل حرف بنطق وبعمل ايه كجوان؟ بعمل نقطة تحتي، بعمل ايه؟ نقطة. لا ب ن خلاص كده؟ يلا نشوف الصفحة اللي بعدها. يلا يا كيجوان نشوف الصفحة اللي بعدها. عندي أول صورة فوق، صورة إيه؟ صورة إيه كيجوان دي؟ مش سامعة. صورة إيه؟ صورة دب. صورة دب. تعالوا نشوف دب بتتكون من كام حرف. أنا بقول دو ب. دو ب كام حرف؟ حرفين. وإحنا قلنا إن كل حرف هنطقه هعمل نقطة واحدة بس، يعني دب هنا هو حللها لي وبيساعدني عملي نقطتين. دو ب دال باء دب دال باء دب دال باء دب. تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها. صورة أب. صورة أب. أب بتتكون من كم حرف؟ مين فاكر؟ احنا لسه قايلين أب ألف باء أب، يعني حرفين. أ أدي نقطة هنا، ب وأدي نقطة هنا، ألف باء أب. ألف باء أب. أب بتتكون من كام حرف؟ من حرفين، كل حرف بنطقه يا كيجوان هعمل ضد في المربع ده، اتفقنا؟ يلا ساعدوني بقى كيجوان. الصورة اللي بعدها صورة أسد. صورة أسد. أسد أسد ألف سين دال أسد. أسد أ أدي نقطة، س أدي نقطة، د أدي نقطة. يبقى أسد بتتكون من ثلاث حروف، ألف سين دال، يبقى هعمل كام نقطة؟ ثلاث نقط. الصورة اللي بعدها صورة فم. صورة فم. فم بتتكون من كام حرف؟ من حرفين، ف م. تاني ف م. فم يا كيجوان. يبقى فم بتتكون من كام حرف؟ من حرفين، ف ميم فم، ف ميم فم. خلاص كيجوان كلنا خلصنا. تعالوا نشوف اخر صورة تحت. ايه ده لسه في صورة تانية مستخبية. استنوا استنوا، لسه في صورة ايه كمان؟ جد. صورة ايه؟ جد. جا اللي هي الجيم، د الدال، يبقى الكلمة من كام حرف؟ من حرفين، يبقى هعمل كام نقطة؟ نقطتين. يلا كيجوان ساعدوني بقى. صورة ايه دي؟ ها صورة ايه؟ صورة جمل. جمل بيتكون من كم حرف؟ هننطق بالراحة أنا وإنتوا مع بعض ونشوف هنعمل كم نقطة. جا ما ل طلعوا كم نقطة؟ يلا نعد كده، واحد اتنين تلاتة. يبقى جمل بتتكون من كم حرف كجوان؟ من ثلاث حروف. من كم حرف؟ من ثلاث حروف. جمال. سهلة؟ سهلة خالص والله كجوان. تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها. يلا الصفحة بتقول لي ايه؟ اول سؤال فيها استمع ولون الصورة التي تبدأ بنفس الصوت. عندي اول صورة 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 ايه كيجوان؟ صورة ارنب. صورة ارنب. مين فاكر احنا خدنا ارنب ده من اصحاب حرف ايه؟ حرف ايه يا كيجوان يا حلوين؟ حرف الالف. أصحاب حرف الألف، مش إحنا خدنا من أصحاب حرف الألف الأرنب؟ طيب تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها. صورة أسد. أسد. كمان الأسد كان من أصحاب حرف الألف، صح يا كيجوان؟ يبقى أصحاب حرف الألف أرنب وأسد. وهو بيقول لي إيه؟ لون الصورة اللي بتبدأ بنفس الصوت. مين اللي بيبدأ بصوت الأسد؟ بتبدأ بصوت ألف، صح؟ مين كمان زيها بيبدأ بالألف؟ صورة الأرنب ولا صورة الفم؟ ها يا كيجوان مين أصحاب الأسد؟ الأرنب، الأرنوب الحلو ده، يبقى كلنا هنلون الأرنب. أنا بقى مش معايا كولرز، فأنتوا بس اللي هتلونوا في البيت، اتفقنا؟ نلون. إيه ده إيه ده إيه ده إيه بيحصل ده؟ إيه ده؟ كلنا هنلون الأرنوب يا كيجوان، اتفقنا؟ إنه بس نمسح الحاجات اللي حصلت دي، الشقاوة الأرنب الشقي ده. يبقى كلنا هنلون مين؟ كلنا هنلون أرنوب، اتفقنا؟ يلا بينا نشوف الصورة اللي بعدها. صورة بطة. صورة ايه؟ بطة.
بطة. تعالوا نشوف احنا مين بيبدأ بحرف اللي شبه البطة. البطة بتبدأ الأول بحرف ايه؟ به 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 به، يبقى حرف ب. حرف ايه؟ ب ب بطة ب بطة. تعالوا نشوف مين كمان هيطلعوا أصحابها. ايه دي صورة ايه دي؟ سيارة. لا يا كيجوان، سيارة بتبدأ بحرف السين. طب تعالوا نشوف ده ايه؟ بيت بيت. تعالوا نشوف كده، به به بيت، به به بطة ب. يبقى حرف الباء. حرف ايه؟ الباء. مين اصحاب حرف الباء؟ بيت وبطة. يبقى مين صاحبة البطة؟ البيت. البطة هي ماشية ورايحة فين؟ رايحة البيت. يبقى كلنا يا كي جوان هنلون البيت. اتفقنا؟ يلا نشوف الصورة اللي بعدها. عندي بعد كده صورة فم. صورة فم. فم يا كي جوان بيبدأ بحرف الفاء. فاء فاء فم، فاء فاء فم. مين كمان بيبدأ بالفاء هنا؟ فأر. فأر ولا أسد؟ لا يا ميس، احنا خدنا ان الأسد بيبدأ بحرف الألف وكان صاحبه فوق مين؟ أرنب. طب هنا صورة فم، مين زيها بيبدأ بحرف الفاء؟ صورة فأر. يبقى كلنا يا كي جوان هنلون صورة الفأر. يلا نشوف اللي بعدها. عندي صورة ايه دي؟ صورة ايه دي يا كي جوان؟ صورة سمكة. س س سمكة. سمكة بتبدأ بحرف السين. س س سمكة. ودي صورة ايه كمان؟ سيارة. سيارة. سيارة كمان بتبدأ بحرف السين. يبقى كلنا هنلون ايه؟ هنلون السيارة، عشان السيارة والسمكة أصحاب الاتنين بيبدأوا بحرف السين. آخر صورة عندي تحت صورة لبن. لبن كي جوان لبن بيبدأ بحرف اسمه حرف لا 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 لام. لبن. ايه كمان صاحب اللبن ده؟ تعالوا نشوف مين بيبدأ باللام. صورة لحم. لحم. عارفين اللحمة اللي ماما بتجيبها بتعملها لنا في الأكل؟ اسمها لحم. لحم كمان بتبدأ بحرف اللام. لام لام لبن، لام لام لحم، لام لام لبن، لام لام لحم. يبقى الاتنين بيبدأوا بحرف اللام. يبقى أنا هلون اللحم يا كي جوان. يلا نشوف الصفحة اللي بعدها. يلا كي جوان نشوف الصفحة اللي بعدها. مكتوب ابحث عن الصور التالية في مشهد القصة. دي القصة فاكرينها اللي خدناها، قصة الأرنوب. هو عايز يا كي جوان كده يلعب، يعني السؤال ده فيه لعب كده. زي ايه مثلا؟ جايب هنا الصورة بتاعت، بصوا هنا الأرنوب لابس ايه؟ لابس كده حاجة كده صغنونة في رقبته، هي لونها يلو. عايزني ادور عليها تحت. تعالوا ندور عليها نشوفها فين فين فين. اهي انا لقيتها. تعالوا نشوف في صورة ايه كمان. في صورة فطر. شايفين الفطر ده؟ ندور عليه يا كي جوان هنلاقيه هنا اهو. شايفينه؟ يعني كل حاجة بدور عليها وبشوفها فين. دي صورة وردة موجودة عندكم في الكتاب، لو دورتوا هتلاقوها من جوه خالص هنا ورا أرنوب، بس هي مش باينة في الصفحة اللي عندي. عندنا كمان هو عايز صورة الودن بتاعة الأرنوب. تعالوا ندور عليها فين فين. أهي صورة ودن الأرنوب. خلاص كي جوان. وفي كمان صورة الخبز اللي هو قاعد بياكل منه. بصوا الأكلة بتاع الأرنوب هنلاقوه موجود فين؟ اهو 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 لقيته. خلاص؟ يعني هو جايب لي صور فوق صغنونه وعايزني ادور عليها هنا في الصوره الكبيره. دي حاجه سهله خالص، ممكن انتوا تقعدوا بقى ايه تلعبوا فيها مع بعض. ندور على كل حاجه موجوده فيه. اتفقنا؟ يلا نشوف الصفحه اللي بعدها كي جوان. يلا بينا. كي جوان السؤال ده بيقول لي ارسم الحبوب. بصوا كي جوان، البنوته الجميله اللي واقفه دي معاها طبق صغنن فيه حبوب. في ايه؟ في حبوب، وبترمي الحبوب دي عشان الكتاكيت الصغنونه دي تاكلها. فانا همسك البنسل بتاعي وجنب كل كتكوت كده هعمل له حبايه. بصوا اهو، الله، عشان ياكلها. اوعى ياكل صباعك وانتوا بتكتبوا بالبنسل كده كي جوان اهو. يلا اعملوا زي. يبقى كل كتكوت هنديله ايه؟ هنديله الحبوب دي عشان ياكل. يلا يا كي جوان اوعى ياكل صباعكوا. يلا ايه كده، كل الكتاكيت اللي في الصوره عندها حبوب. البنوته دي بترمي لهم حبوب اهي. بصوا، وبعدين هما بييجوا ياكلوا. اتفقنا؟
يلا نشوف السؤال اللي بعده. كي جي ون، عندي تتبع وصل، تتبع وصل. دي صورة، دي صورة ايه؟ مفتاح. صورة ايه؟ مفتاح. كي جي ون بشوف كل قفل من ده هوصل المفتاح بتاعه عشان يفتح بيه. بصوا كده 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 كده، بس انا طلعت بره الدوتس، المفروض كي جي ون ما يطلعوش بره الدوتس دي، بس انا عشان البورد بتاعتي شقية تلخبطني خالص خالص، مش عارفة اعمل فيها ايه. اتفقنا؟ يبقى كل مفتاح من دي هوصله بالقفل بتاعه. سهل ده كي جي ون؟ يلا بينا كلنا نعمله مع بعض. كل مفتاح من ده امشي كده على الدوتس دي على النقط واوصله للقفل. يلا كي جي ون نشوف اخر صفحة معانا. لاحظ وتعلم، استمع ولون الصورة التي تبدأ بنفس الصوت. كي جي ون، عندي هنا صورة ايه؟ مركب. صورة مركب. مركب بتبدأ بحرف ميم. ما ما مركب. طب مين صاحبتك يا جوان؟ الأرنب؟ لا يا ميس، احنا قلنا الأرنب بيبدأ بحرف الألف ومن صحابه مين؟ الأسد، صح كده؟ طب الموز؟ أيوة أيوة هو الموز. أنا بقول ميم ميم موز، ميم ميم مركب، يبقى الاتنين أصحاب بيبدأوا بنفس الصوت. اتفقنا؟ يلا كلنا نلون الموز. الموز لونه ايه؟ اصفر. برافو كي جوان. يلا نشوف الصورة اللي بعدها. صورة ها باب. صورة باب. باب بتبدأ بحرف الباء. باب بتبدأ بحرف الباء. باء باء باب باء باء بقرة. الاتنين بيبدأوا بحرف الباء يا كي جوان. لكن دي صورة سيارة، وقلنا سيارة بتبدأ بحرف السين وصاحبتها السمكة. طيب نشوف الصورة اللي بعدها. صورة ايه؟ صورة فراولة. صورة فراولة. تعالوا نشوف ف ف ف ف ف فراولة. فاء فاء بتبدأ بحرف الفاء. مين كمان بيبدأ بحرف الفاء؟ الألف؟ الأسد؟ لا يا ميس، الأسد بيبدأ بحرف الألف. طب مين من أصحاب كمان حرف الفاء؟ فاء فراولة، فاء فراشة، فاء فراولة، فاء فراشة. يبقى كلنا هنلون إيه؟ الفراشة يا كي جوان. الصورة اللي بعدها صورة ها ثعلب. صورة ثعلب. ثعلب بيبدأ بحرف الثاء. حرف ثاء. ثاء ثاء ثعلب. ث ث ثلج. ث ث ثلج. س س س س ثعلب. ث ث ثلج. الاثنين بيبداوا بحرف الثاء. لما بقول حرف الثاء يا كي جوان لازم اطلع لساني، ما ينفعش اقول ث وانا لساني جوه كده يبقى شبه السين. بقول ث ث ث ث ث ث ث ثعلب. ث ثلج. اتفقنا؟ يلا كلنا بس الثلج ده لونه ابيض، مش هنلونه بقى، هنخليه ابيض زي ما هو. اخر صوره، صوره ايه يا كي جي ون؟ صوره نحله. نحله. ن ن ن ن ن ن ن ن ها ايه ده؟ مين شاطر يقول لي؟ حرف ايه؟ اسمه حرف النون. نحله. نمله. نحله. نمله. الاثنين بيبداوا بنفس الصوت اللي هو حرف النون يا كي جي ون. اتفقنا؟ لكن دي صوره لحم. بقول لا 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 ها قولوا، انا مش بلعب، انا بقول بنطق الصوت لحم. يبقى ده حرف اللام. لكن ده حرف ايه؟ نمله. نحله. الاثنين اصحاب بيبداوا بحرف اسمه حرف النون. اسمه حرف ايه؟ نون. يبقى كلنا هنلون هنا صورة النملة. فهمنا كي جوان؟ سهل ولا صعب؟ شاطرين يا كي جوان. يلا شوفكم المرة الجاية ان شاء الله. باي باي.